عفوا، على ان في الكون او على انه كاين الله عز وجل، ثم بعده استغفر الله العظيم بوتين القيصر. اذا ربكم بوتين اليوم متابع بتهمة مجرم حرب، وانه ارتكب جرائم حرب، وانه صدر في حقه قرار بالاعتقال ومحاكمته. سؤال اخر كيطرح نفسه، إذا كان القيصر ربكم، المحكمة الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية صدرت قرار بحقه باعتقاله وتصنيفه كمجرم حرب، فهل سيهون على هذه المحكمة الجنائية الدولية إصدار قرار مماثل بحق النظام العسكري الجزائري الذي قتل أكثر من ربع مليون مدني جزائري؟ وهل سيستعصي على هذه المحكمة، المحكمة الجنائية الدولية، أن تصدر قرار مماثل في حق بن بطوش إبراهيم الرخيص الذي ارتكب جرائم حرب واغتصب النساء والأطفال وجند الأطفال، ونفس القرار اللي غادي يصدر في حق قادة مرتزقة البوليزاريو جميعهم الذين ارتكبوا يعني جرائم حرب ومجازر، وأنهم يعني قتلوا أبرياء، وأن هناك مقابر جماعية في تندوف، وقلنا على أن المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية تحدث عن هذا الأمر، وأنا يعني أرى بأن هذا الأمر هو أو هالتقريرين هما تمهيدا لمحاكمة بن بطوش ومن معه، وكما جاء في التقريرين يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها. يعني النظام العسكري الجزائري معني، لأنه احتضن هذه الجماعة الإرهابية ودعمها بالسلاح، وهو من دعم الإرهاب، وهذه الجماعة أيضا هي من تدعم جماعات أخرى صغيرة، جماعات إرهابية، وتمدها بالسلاح وبعض الأسلحة المحرمة إفريقيا. إذن أنا أرى على أن هناك رابط وهناك علاقة قوية بين هذين الأمرين وبين قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إصدارها قرار باعتقال بوتين واتهامه رسميا على أنه مجرم حرب. إذن النظام العسكري الجزائري يعيش الرعب، النظام العسكري الجزائري يعيش الهلع، النظام العسكري الجزائري اليوم يعني بالإضافة إلى المشاكل القوية التي يعيشها على مستوى السياسة الخارجية وعلى مستوى السياسة الداخلية، واحتقان الشعبي والعزلة الدولية، العزلة العربية، ومشاكل يعني المخاوف ديال هبوط يعني القيمة ديال النفط، كل هذه المشاكل اليوم النظام العسكري الجزائري بهذا القرار الصادم ديال المحكمة الجنائية الدولية يعني أصبح أكثر ضعفا، وأصبح أكثر تخوفا، وأصبح يعاني من الهلع النفسي والخوف، وبالتالي فأكيد أن هذا الأمر ديال المحكمة الجنائية أو هذا القرار ديال المحكمة الجنائية الدولية هو يعني يهم النظام العسكري الجزائري، أو يعني جعل النظام العسكري الجزائري يعاني أكثر فأكثر، وأنه يعني نزل بثقله على النظام العسكري الجزائري أكثر من بوتين شخصيا. السلام عليكم سي شكري. ويمد بين عليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يحفظك لنا. وليتي المرعب والمرهب، تبارك الله عليك، كتعطيهم علاش كيدور. انا طلعت غير دقيقتين لاني ما نقدرش نقاسي شكري، فقط على هذاك هارون اللي تكلم على الدبلوماسيه،
جملتين خفيفتين على اللسان باش نذكروه بالدبلوماسية المغربية والجزائرية. السلام عليكم. فقط عليكم السلام، فقط وعليكم السلام. ملي كيكون تغيير حكومي في خلال بضعة أشهر عدة مرات، فهذا في القانون الدولي أو في الدول اللي كتحترم نفسها كيتسمى فشل حكومي أو فشل رئاسي. الأول كيقال تغيير حكومي بعد الوزراء، الثاني كيتغير رئيس الحكومة، الثالث يتم مطالبة بانتخابات مبكرة وكيمشي كل شيء للزبالة، هذا في الدول اللي كتحترم نفسها. إذا خروج العمامرة ودخول العمامرة بحال لاعبين كرة اليد، هذا فشل ذريع وخصك تحشم تكلم على الدبلوماسية. وآخر ما كاين في القصة، تجيب واحد كان يخدم وقت بومدين بوقت بوخروبة، كان هذا العطاف، كان كذلك هذا الوزير الجديد كان وزير الخارجية أيام العشرية السوداء. نخليك تفكر فاش كان فكر هذا الوزير، هذا كان مع اليمين زروال، كان في العشرية السوداء، يعرف خباياكم ويتكلم ويخاف ويقشعر بدنه عند سماع المغرب. رجع للكلمات ديالو القديمة، وتعرف بأنه يخاف من المغرب خصوصا في تحالفاته. نقطة هنا. ثانيا، شفنا الدبلوماسية ديالنا وديالكم هارون، إذا كنت هنا تسمع، شفنا الدبلوماسية ديالكم في ليبيا، شفنا لما النظام الجزائري أعطى الإحداثيات ديال السيارات ديال القذافي للطائرات الفرنسية، لأنه الكاميونات اللي كانوا محملين بالعملة الصعبة وبالذهب دازوا الحدود الجزائرية دخلوا، ولكن السيارة ديال القذافي وديال اللي كانوا معاه ما دازوش. شكون اللي عطى الإحداثيات ديال السيارة ديال القذافي للطائرات اللي ضرباته؟ كذلك شفنا الدبلوماسية ديالكم، لأنهم الليبيين شدوا أعضاء جزائريين، عناصر الجيش الجزائري في ليبيا، شدوهم القوا لهم القبض، وكاين اعترافات وفيديوهات موجودة ديال يوتيوب كيعترفوا بأنهم مرسلون من نظام جزائري. هنا بالموازاة شفنا اللقاءات ديال بوزنيقة وديال الصخيرات، جميع الفصائل الليبية تبارك الله جاو بدون شرط ولا قيد، تفاهموا، ولكن كديروا لهم راسها في الرويدة، لأنكم كنتم غائبين في المحاورات السياسية، ومن اللي قربوا يوصلوا للنتيجة جيتوا ما معكم روسيا وما معكم بون بعد الأدرع من تركيا، وبغيتوا تلعبوا لعب آخر، ما عليناش. ثانيا سوريا، تكلمت كذلك على سوريا، شفنا الدبلوماسية ديالكم في سوريا وشفنا الدبلوماسية ديالنا في سوريا. احنا شفنا محمد السادس نصره الله في بوادر الأزمة، كان في مخيم الزعتاري وتلاقى مع الشعب السوري المضطهد في المخيمات، ومشات المساعدات المغربية. كذلك شفنا الدبلوماسية المغربية من اللي الجيش ديالكم رمى السوريين على الحدود المغربية، وشنا كيفاش استقبلهم المغرب وكيفاش أمن لهم الأمن والأمان وعطاهم فرصة يعيشوا بكرامتهم. حنا شفنا الدبلوماسية ديالكم في سوريا، من اللي الوزراء ديالكم كيمشيو ويجلسوا مع مجرم حرب هجر نصف شعبه، يعني كنتكلم على بشار اللي هجر نصف شعبه وقتل أكثر من مليون ديال البشر، هذه الدبلوماسية ديالكم. النقطة الثالثة في الدبلوماسية كذلك، بدوين بلاتي بلاتي تكلم على القمة بلاتي العربية، لا تكلم على القمة العربية واستدعاء ديال سوريا من طرف النظام الجزائري اخويا، دي نقطة الله يكبر بك واسمح لي كذلك، مقاطعتك. نعم كذلك، حاول جاهدا تبون وزبانيته بمسح لوحة بشار من الإجرام والعداء في حق بني جلدته وبني جنسيته، وبغى يجيبه باش ما كان، لكن هذا لو لم يكن في العالم أحرار من المغاربة والسعوديين وكل جنسيات إلا من يضع يده في يد المجرم. يعني شفنا كيفاش الدول التي تحترم نفسها لم ترد أن تمحو سيئات بشار المجرم بجرة قلم، ولم تريد أن يحتسي قهوة في الغرفة المخصصة لذلك. إذن كذلك شفنا بأنكم مع إثيوبيا ومع ضد مصر، وما عليناش النقطة الثالثة اللي بغيت باش ما ننساهاش أخي الكريم الله يبارك فيك، شفنا كذلك النقطة، أنت قلت الدبلوماسية الجزائرية في فلسطين، كيف لك أن تقوم بعمليات دبلوماسية في فلسطين وأنت ليست لك لا سفارة ولا قنصلية في فلسطين؟
كيف بالله عليك أن تساعد شعبا وأنت لا تمتلك سفارة أو قنصلية أو تمثيلية دبلوماسية في فلسطين الأبية؟ شكرا لك سي شكري، مرحبا بشيخنا مدبان الفاضل، مدبان بارك الله مدبان عليكم. مدبان باش نخلي السي الفيزازي يوصل الفكره ديالو، باش المغرب عنده سفاره ديال فلسطين. نعم، عندنا سفارة فلسطين في المغرب، وعندنا سفارة المغرب في فلسطين، وعند كاين الله السفارة ديال يعطيك تونس في الصحه. فلسطين. وعلاش طرحت عليك هذا السؤال؟ فهمتي، حتى الناس اللي معنا يسمعوا هذه الفكره ويعرفوا ان المغرب عنده سفاره ديال فلسطين، والجزائر اللي كتداعي فهمتي مع القضيه الفلسطينيه ما عندهاش سفاره ديال فلسطين. وشكرا اخوتي، اسمحوا لي. كذلك تونس عندها في فلسطين، بزاف الدول عندهم في فلسطين، هم يحتجون بأن سفارتهم في الأردن وتتكلف بما تتكلف فيه، وهذا نفاق بواح، هذا نفاق ظاهر علمناه من خلال تصرفاتهم وعنترياتهم وشعاراتهم الواهية. هذا الشيء اللي كان. شكرا، وشكرا لك. شكرا سي مدبين، وغادي نرحبوا بالشيخ ديالنا سي الفيزازي، نتاكدوا بعدا واش هو الشيخ الفيزازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله سي فيزازي. الله يكرمكم سيدي شكري، الأخ عمر كنشكره على هذا الكونت اللي عطى لي، عندي جوج طيحهم بجوج المساخيط، وهذا الثالث الشيخ الفيزازي. راه الشيخ الفيزازي راه دون كونت، راه دون، وراه تبع لي هاد العشية هادي. مرحبا الشيخ. خصهم يديروا متابعة. نعم، اللي معنا الله يخليكم كلكم، ديروا متابعة للشيخ الفاضل السي الفيزازي، الله يكبر بكم خوتي المغاربة، حفظكم الله. راه في واحد وقيلا يمكن فيه 4 ولا 5 متابعات. نعم، كلشي تابونا مع السي الفيزازي، الله يخليكم خوتي الاعزاز، الله يكبر هي بكم. الاولى هي اللي ما درناها والله 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 وقسم بالله، فهمتي انا كنشوف متبع اللايف الاول بحال ما كان في واحد الكونت، عاوتاني كتبدلوا في كونت واحد اخر وكنبدلوه، وترحم اختينا السي الفيزازي. انا ما عندي زهر في التيك توك، يلاه كنبدا كيطيحوه اسبوع، يعطيو له اسبوع ديال الغرام. كان امكانيه النقد، راه تدير النقد وكيجاوبوك. كان عمال النقد يا اخي ما كيجاوبونيش. غادي نصيفط لك في الخاص واحد سكرين، تبقى هو تكوبي وتحطو لهم في النقد. ياك على اين واحد المعلومه سي شكري، من تصيب شويه التبليغ بزاف، عود قطع الواي فاي ورجعوا في البلاصه، كيجيك الاشعار قطع الواي فاي ورجعوا. لا شكرا شكرا، بارك الله فيك، الله ينورك ان شاء الله. اذا سعداء سعداء بالتواجد ديال الشيخ الفيزازي معنا كما العاده دائما. مغرب العظماء، اذا سمحت لي يعني نعطيو الكلمه للشيخ الفيزازي طبيعه الحال بعد الاذن ديالك لانك كنت قبل. مرحبا، ماشي مشكل، الله يكبر بك شيخنا الفاضل، سعداء بالتواجد ديالك. شكرا اخي العزيز شكري، انت احد اسود هذه المملكه، في هذا نجم من نجوم تيك توك، بارك الله فيك، دائما متألق ومتفوق. لعلي آخذ الكلمة من حيث انتهى أحد إخواننا. نعم، أنا زوجتي فلسطينية، وكانت قبل أن تحصل على الجنسية المغربية كنا نذهب إلى السفارة الفلسطينية، موجودة في الشارع الذي يدخل في بلاس بيتري، ساحة بيتري القديمة، قريبة من دار الإذاعة والتلفزيون المغربية في العاصمة الرباط. وعلى هذا الأساس فعندما نقول هناك سفارة، هناك سفارة يعني بكل تأكيد. ما كنت أتابع أبدا، ما تابعت الموضوع الذي كنتم تحدثون، لكن أحب أن أقول هنا عندي نقطة هنا، وهي أنه أحيانا نقول بأن الحكام العصابة في الجزائر أغبياء، بولداء، تبون، ما نعرفهاش، شنقريحة، بوال، أعزكم الله إلى آخره. لكن في ذات الوقت أنا أرى أن هؤلاء الحكام في الجزائر يعني بالغوا من الذكاء إلى حد بعيد، أذكياء إلى حد بعيد. كيف ذلك؟ فعندما يستطيعون ترويض عدد كبير من الجزائريين، عدد كبير جدا، ويوهمونهم بأنهم قوة عظمى، ويوهمونهم بأنهم يعني يستطيعون احتلال المملكة المغربية في 10 دقائق، يصلون إلى الرباط،
ويهمونهم بأنهم يعني الشعب الوحيد ربما الذي يناصر القضية الفلسطينية، والشعب الوحيد شعب النخوة وشعب الشهداء وشعب الجهاد وشعب النضال وشعب النيف وشعب النخوة وشعب هذا حكام رأى أذكياء يا أخي، هذا حكام أذكياء صانعوا من هؤلاء الناس يعني الكراكيز، لعبوا في أدمغتهم، سلخوهم من الآدمية الطبيعية وجعلوهم كائنات يعيشون في المريخ، يقولون أشياء غريبة جدا بحيث أصبحت هذه حقيقة. الآن أنا في الشارع المغربي يعني هذه الكلمة متداولة عندنا، يعني يقول لي أحدهم واش هادو في واش فعلا هاد الناس راه اشرف عقل، هاد الناس راه اكيد بالحومق، هاد الناس راه ما عن يعني كلمه حومق ما عندهم عقل، مسطيين مصرفقين بواهيل، هذه كلمات متداوله عندنا في الشارع المغربي. فهاد الامر هذا لم يكن قبل 20 30 سنه، لم يكن، كان انا فيما اذكر كان الجزائريون عاديين ناس طبيعيين، لكن الان عندما تتحدث مع اي شيء غريب قمة في قلة الحياء، انعدام الحياء، استعمال الفحش يعني بجرة قلم، الطعن في الأعراض يعني بسلاسة، عندهم شيء كأنهم يشربون الماء، فما عرفش. وإذن هؤلاء الحكام أذكياء، تبون ومن معه شنقري حبون معه، دون ناس أذكياء حيث استطاعوا أن يصنعوا هذه الكائنات الفضائية التي تعيش بيننا، فهذا ناس أذكياء. فأنا يعني والله